السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب بجلسة المسائية الثالثة ضمن فعاليات المؤتمر الدولي التخصصي للمعلومات والمكتبات الثاني، الذي يجمع نخبة من الباحثين والمختصين والمهتمين والخبراء في مجالات متعددة من علوم المكتبات والمخطوطات والوثائق. موضوع هذه الجلسة يعتبر من المواضيع المهمة والحيوية التي تلعب دوراً مهماً وأساسياً في نقل التراث إلى الأجيال القادمة. أولت العتبة العباسية المقدسة الاهتمام الكبير، وعلى رأسها سماحة المتولي الشارع السيد أحمد الصافي دام عزم، الاهتمام الكبير في مجال المخطوطات والوثائق من حيث الفهرسة والتصنيف والرقمنة والحفوظ والترميم وغيرها، إلى جانب إقامة المؤتمرات والندوات والورش العمل وغيرها. في ظل التحديات التي تواجهها المخطوطات من تقادم الأزمان والسرقة والكوارث الطبيعية وسوء الخزن والعبث البشري، تبرز أهمية تبادل المعرفة وتبادل المعلومات. سنستمع اليوم في هذه الجلسة إن شاء الله تعالى إلى بحثين، أحدهما يختص في نشأة المخطوطات وتطورها، والثاني سيتناول إن شاء الله تعالى الزارفة ودلالاتها العلمية. قبل أن أبدأ أود أن أذكر زملاء الباحثين الالتزام بالوقت لكي تسري الجلسة بسلاسة. دعوني وإياكم نرحب بالباحث الأستاذ فراس خضير الأسدي السعودي للمنصة، محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد. لتقديم ملخص بحثي بموسوم نشأة المخطوطات وتنوعها دراسة وصفية. طبعا الباحث حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة بغداد كلية الآداب قسم الجغرافيا، يعمل في مركز الإمام الحسين عليه السلام للمخطوطات والتحقيق في العتبة الحسينية المقدسة، حاصل على شهادات متنوعة وكثيرة في مجال صيانة وحفظ المخطوطات والكتب، منها من مكتب اليونسكو العراق بالتعاون مع وزارة الثقافة ومتحف الإمام الحسين بالتعاون مع الأكاديمية البريطانية ومتحف أشبيليان في جامعة أكسفورد. طبعا الباحث لديه مشاركات بحثية كثيرة، يعني لو حبينا نحصيها يعني نحتاج ساعات كثيرة. الباحث متمرس جدا في حضوره العلمي، سواء من الحضور أو الأونلاين في جائحة كورونا وغيرها. لك الوقت عزيزي وأستاذ فراس، أتمنى يعني لك 15 دقيقة إن شاء الله، وخمس دقائق إن شاء الله ستكون إلى أسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السادة الحضور مع حفظ الألقاب والمكانات العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البدء أتقدم بالشكر الجزيل للأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة ولجميع الأساتذة في مراكز وأقسام العتبة والجامعات العراقية المشاركة في عقد هذا المؤتمر الدولي التخصصي الثاني. بحثي بعنوان نشأة المخطوطات وتنوعها دراسة وصفية. يهدف البحث إلى إبراز أهمية المخطوطات والوثائق وتنوعها التاريخي منذ نشأتها وحتى يومنا هذا، لما تحتويه من معلومات قيمة ودقيقة من كافة المجالات العلمية والثقافية والدينية للحضارات السابقة والمعاصرة. تعتمد أهمية المخطوطات على دقة المؤلف وحيادته في تناول لموضوعه، سواء كان المؤلف معاصر من الأحداث أم بعيدا عنها، سواء رآها أو سمعها، والفترة التي كان فيها المخطوط وجودة صناعتها التي تطيل في عمرها. وقد تتضمن البحث عدة مباحث في مجال تاريخ المخطوطات وأهميتها، فقد تضمن المبحث الأول نشأة المخطوطات، والمبحث الثاني تناول أهمية المخطوط، والمبحث الثالث شروط يجب مراعاتها في النسخ. أما المبحث الرابع فقد تناول تنوع المخطوطات، والمبحث الرابع تناول المواد التي كتبت عليها المخطوطات. تتنوع مصادر كتابة أو تسجيل التاريخ، ولكنها تختلف من عصر إلى عصر آخر، وتشمل بالإضافة للمخطوطات الآثار المعمارية والتحف الخزفية والعملات المعدنية وغيرها. ويستخدم مصطلح المخطوط للإشارة إلى كل وثيقة مكتوبة بخط اليد على ورق عادي أو ورق
أورق أو بردي، وكذلك تشير إلى المعلومات والبيانات التي تختلف عن الكتابة، مثل النقوش على المواد الصلبة أو الخدوش الكتابية بالسكين أو الإبرة أو على الجبس أو الأغراس الشمع أو الكتابة بالأحرف المسمارية كما مبين في هذه اللوحات الثلاثة أمام أنظاركم. اللوحة الأولى هي الخط الكوفي، والصورة الثانية هي المعدن المكتوب عليه، والصورة الثالثة هي الورق البردي. يتناول المبحث الأول نشأة المخطوط. بدأ ظهور الكتابة عندما بدأ الإنسان القديم بالرسم على الجدران الكهوف، وقد أخذت التطور مع تطور الإنسان قبل ظهور الإسلام بوقت طويل، وبعده إذكار يدونون فيها عهودهم ومواثيقهم ومقالاتهم وأفعالهم وأشعارهم. ومن أهم المخطوطات القديمة التي ظهرت من العصر الإسلامي رسائل رسول الله صلى الله عليه وآله التي خاطب بها الملوك والحكام يدعوهم إلى الإسلام، وكذا وفيما بعد ذلك كتب القرآن الكريم الذي يعتبر من أقدم المخطوطات الموجودة لدينا. بالإضافة لذلك فقد وصلت إلينا الكثير من الشواهد الأثرية تضمنت نصوص تحمل الخط العربي منذ القرن الثالث الميلادي حتى القرن السادس الميلادي كما هو موضح في الصورة الأولى. هاي الشواهد الأثرية التي وجدت عليها هذه الكتابات من القرن الثالث الميلادي. وبالنسبة للصور اللي بعدها، صور المصاحف بالخط الكوفي والمذهبة، وقد قام العرب المسلمون بتحسين الورق وتنقيته من الشواب، وانتجوا أنواعا جديدة منها الورق المقوى وغير الورق المقوى والورق الأملس والورق الخشن، وبألوان مختلفة. وشكل الكتابة تطور مع تطور الخط، وتطور صناعة المخطوطات المخطوط العربي، وتنوع الخط الكتاب بحد ذاته منذ القرن الأول. والذي يقوم بالنسخ هو الناسخ الوراق المتخصص في نساخة المخطوطات، ويعتبر النساخون الوراقون بمثابة مطابع يدوية، حيث يقومون بنساخة الأعداد المطلوبة من المخطوطات. إن أفضل أنواع الورق هو ما كان أبيض نقيا لامعا متناسقا، ومن أهم أنواع الورق البغدادي الذي تميز بأنه ورق سميك مع نعومته ورقيق الحاشية، متناسب الأجزاء وسهل في القطع، وجاء في المركز الأول، ويليه الورق الشامي ثم الورق المصري، وهو نوعان المنصور والعادي. في المبحث الثاني تناولنا أهمية المخطوطات. بالنسبة لأهمية المخطوطات كبيرة جدا لما تحويه من معلومات قيمة تعد مصدرا وثائقيا للباحثين، فهي أرث وتراث لتلك الأمم السالفة وحاضرا ومستقبلا للأجيال اللاحقة. فعلوم تلك الأمم مدونة فيها، وتتمثل أهمية المخطوطات فيما يلي: دراسة التاريخ ونشر التراث في الأوساط العالمية والعربية، إعطاء الدراسات طابع علمي إذ يعتبر مادة خصبة للبحث، الإدلاء بمعلومات قيمة تحمل الطابع التاريخي، والمخطوطات حلقة الوصل بين الماضي والحاضر. في المبحث الثالث تناولنا شروط يجب مراعاتها في النسخ. اشتهر الناسخ بحسن الخط وإتقان الرسوم والزغرفة، وكانت مهنة النساخة مهنة مهمة وقيمة، وكان الناسخ يكتب اسمه على النسخ التي ينسخها، وكان يسجل التاريخ الذي نسخ فيه المخطوط، وبعد نسخ المخطوط كان يقوم بمراجعتها مع النص الأصلي لاستدراك أي حذف أو أخطاء غير مقصودة. ومن الشروط التي يجب مراعاتها في النسخ، لأن في البداية كانوا يعني ينسخون القرآن والأحاديث الشريفة، فكانت هناك بعض الشروط التي تقيد الناسخ في نسخ المصاحف الشريفة، أن يكون الناسخ هو رجل تقي، ويكون يحسن إليه اختيار مادة المخطوطة. وإذا كانت في بعض المصادر ذكر أنه يجب أن يكون الناسخ رجل، وفي بعض المصادر يعني باعتبار أنه الرجل تقي يعني أنه مصحف شريف لا يجب أن يكتبه غير المسلم. إذا كانت ورق
إذا كانت المخطوطة ورق بردي أو جلد أو حيوان أعد لها الغرض واختيار الحبر المناسب. يسطر الرق الذي يستخدمه سطورا دقيقة ويلتزم بهذا السطور، ينقل ما يكتب بكل دقة ولا يعتمد على الذاكرة، بل ينظر بعينيه ويردد الكلام الذي ينقله بصوت مسموع. يترك مسافة شعر بين كل حرف وآخر، مسافة 9 حروف بين كل فقرة وأخرى، ويترك 3 سطور بين كل سفر وآخر. يقوم الناسخ بكتابة في أعمدة عرض العمود الواحد من 5 إلى 7 سنتيمترات، سعة نحو 30 حرفا، وطول العمود يتراوح من 48 إلى 60 سطرا. بعد أن ينتهي من الساخ يلتزم بمراجعتها مراجعة دقيقة حيث يتجنب أي أخطاء أو سوء حدث في النسخ. تناولنا في المبحث الرابع أنواع المخطوطات والمواد المستخدمة. لقد كتب البشر على الحجر منذ القدم، كما كتبوا على اللوحة الطينية والألواح الشمعية والفخارية، وقبل الميلاد بآلاف السنين عرفت الكتابة على أوراق البري في شكل اللفافة، ثم تطورت فأخذت شكل الكتاب أو المجلد. وفي القرن الرابع الميلادي بدأت تنتشر الكتابة على الجلود مع استمرار الكتابة على أوراق البري. ومنذ القرن السادس بدأ استخدام الورق فيما يلي تلقي الضوء قليلا على أنواع المخطوطات. مخطوطات الرقوق الجلدية، وتتكون من الطبقة الداخلية رقيقة من جلد الماعز والغزال، وهذه الطبقة الرقيقة تعامل بماء الجير هيدروكسيد الكالسيوم أثناء تجهيزها، وهذه المعاملة تكسب الرق قلويا تجعله مقاوم للصلابة بالحموضة، ويطلق عليه أحيانا البرجامين، وهي مادة جيدة للكتابة. وقد ظلت هذه المواد منتشرة في عصر الجاهلية وامتدت إلى عصر الإسلام بدليل جمع القرآن لأول مرة على الرقوق. ومع انتشار الإسلام تطورت الحياة ودخلت الكتابة مرحلة جديدة باكتشاف أوراق البردي. وقد استخدم الإنسان جلود الحيوانات في أغراض الحياة المختلفة، ومنها تغليف الكتب المطبوعة والمخطوطة بعد أن تتم دباغتها جيدا. ثانيا، مخطوطات البردي هي عبارة عن لفافة، وقد استخدمت مادة للكتابة منذ الأسرة الأولى في الربع قبل الميلاد، وأول لفافة عثر عليها كانت خالية من الكتابة في مقبرة حماكة. أما أول لفافة مكتوبة فقد كانت عبارة عن حسابات الملك نفري من الأسرة الخامسة 2400 قبل الميلاد. تتكون أوراق البرديات من وحدات مترابطة من السكريات الخماسية، عبارة عن شبكة من حامض اليونانية، ووحدات من سكريات الجلوكتوز ورامينوز. وهذه السكريات مصدر أصارة الخلايا التي تساعد في النطاق في التصاق الأوراق عند صناعتها يدويا دون الحاجة إلى استخدام مواد صمغية خارجة كالنشا والغراء. معذرة بس. التي تساعد في التصاق الأوراق عند صناعتها يدويا دون الحاجة إلى استخدام مواد صمغية خارجة كالنشا والغراء. المخطوطات الورقية تتكون من الورق المحضر من ألياف السيلولوز التي توجد في جدران جميع الخلايا النباتية، عندما يشرح مزيج من الماء والألياف من خلال غربال أو منخل دقيق تتشابك الألياف بعضها مع بعض مكونة صحيفة رقيقة من الورق، وعندما تجفف الرقيق المبتلة تتماسك ألياف السيلولوز معطية رقيقة الورق قوتها ومرونتها. تتكون أجود أنواع الورق من ألياف القطن والكتان ولحاء شجرة القند، وتتأثر هذه الأوراق بنسبة الرطوبة في الجو المحيط بها فتفتقد من محتواها المائي وتجف مع جفاف الجو المحيط بها، وتزداد رطوبتها مع ارتفاع نسبة الرطوبة حولها. ولكل من فقد المحتوى المائي وزيادته أثر غير مرغوب في الأوراق متمثلة بضعف أليافها وأصابتها بالفطريات والحشرات. أما الجفاف فمضاره كثيرة على الأوراق، أهمها تصلبها وقابليتها على التكسر أثناء التداول وأصفرارها. الألواح الطينية وقطع الفخار، يعد الطين المادة الأساسية الذي استخدمه القدماء في الكتابة، وهو مثابة الورق في وقتنا الحاضر، ويجب أن يكون خاليا من الشواب نقيا معمولا بهيئة ألواح مختلفة الأحجام، ويشترط أن تكون تلك الألواح طرية عند الكتابة عليها أي قبل جفافها. الألواح الشمعية كانت تستخدم قديما
لوحا للكتابة قد كتب الأغريق القدامى على مثل هذه الأرواح الألواح بأداة حادة ثم تعقد بواسطة أربطة. بالنسبة للمبحث الخامس، المواد التي كتبت عليها المخطوطات هي العسب والكرانيف، أكثر المواد شيوعا واستعمالا في الكتابة نظرا لتوافرها وسهولها للحصول عليها. والعسب جمع عسيب وهي جريدة النخل، إذ نحى عنها الخوص، أما الكرانيف فجمع كرناف وتسمى أيضا الكرب بعد قطع السعف منه، وهو السعفة الغليظة الملتصق بجذع النخل. الأكتاف والضلوع والأضلاع وهي عظام أكتاف بعض الحيوانات وخاصة الكبيرة منها كالإبل ونحوها. اللخاف وهي حجارة بيضاء عريضة ورقيقة. الجلود وهي عبارة عن جلود حيوانات من أشهرها مستخدم منها في كتابة الرق القديم والقديم، وقد سمي الرق بهذا الاسم لأن الجلد كان يرق ليصبح صالحا للكتابة عليه. والقديم هو الجلد الأحمر أو المدبوغ، أما القديم فهو الجلد الأبيض الذي يكتب فيه. المهارق وهي الصحف البيضاء من القماش الأبيض اللون، مفردها مهرق وهي لفظ فارسي معرب يعرفه ابن المنظور بأنه ثوب حرير أبيض، يعني أصبحت أداة للكتابة في ذلك الوقت لضيق الوقت هم راح شوي اختصار بالشرح. القباطي مفرده القبطية وهو من فصيلة المهارق، أنه نسيج من القماش الأبيض غير أنه ينفرد بخصائص وسمات تميزه عن غيره، فهو من الكتان الناصع البياض والنقاء، ويقال من المعلقات كتبت على قماش القباطي بماء الذهب. والورق يعتبر الورق من أهم المنجزات الحضارية عبر التاريخ، وأن استخدامه في الكتابة ساعد على تطوير صناعة المخطوطات في العالم الإسلامي، وقد نقل المسلمون صناعة الورق من الصينيين بعد أن تمكن المسلمون من الاستيلاء على سمرقند عام 751، وبعد ذلك دخلت صناعة الورق بغداد ومنها إلى البلدان الإسلامية. بالنسبة للتوصيات الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري المتمثل بالمخطوطات والكتب والوثائق، أقامت الندوات والمؤتمرات والمعارض العلمية الثقافية التي تهدف للحفاظ على موروثنا الحضاري، زيادة الوعي الثقافي في المجالات العلمية المتعلقة بالمتاحف وغيرها من مراكز المخطوطات، فتح آفاق التعاون العلمي والثقافي مع المؤسسات والجمعيات الدولية الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من خلال الزيارات المتبادلة وندواتهم والمؤتمرات العلمية بين الطرفين لتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر من الناحية العلمية والعملية. وشكرا لحسن إصغائكم. شكرا الله يحفظكم إن شاء الله. إحنا شوي استعجلنا في الوقت. زميل يعني أنت تعذرنا، أنت تعرف الوضع حتى تعلم الفائدة وعن المواضيع المهمة اللي قدمها الأخ الباحث، خصوصا للإخوة العاملين في هذا المجال في مجال المخطوطات والوثائق. يجب عليهم معرفة النشأة التاريخية للمخطوطات وكيف كان العرب يصنعون الأحبار والأوراق وكيف تطورت هذه الصناعة ووصلت إلينا عما نراه الآن. الآن نفسح مجال المداخلات، لكن أتمنى تكون مداخلات عبارة عن سؤال أو استفسار حتى تعمل فائدة. نعم خدمة بس الأخ من المايك بس المايك أخ هذا المايك لا واسمحوا لي يعني بعد يعني تقديم اسم المتداخل دكتور الفاضل سامي صاحب جامعة النصر الصغير قسم معلومات تقنيات المعرفة، وكم يعني أيضا مديرة مكتب المركزية لجامعة النصر الصغير. أنا سؤالي الباحث هو هنا قام دراسة رسمية أو يعني تعريفية كإحنا يعني مؤتمر تخصصي. أنا يعني نشرت العنوان توقعت أكو يعني مسائل حفظ الخزن استرجاع منو مسموح باستخدامها شلون نحددها تحويلها رقميا للحفاظ عليها، والمراكز حاليا مركز المخطوطات هو المسؤول عن حفظها. يعني أكو حاليا بس إحنا مو بس نحفظها حفاظ عليها، لكن أيضا نحتاج إنه نقدمها الباحث الدراسات. شكرا للسؤال دكتور. العفو دكتور، بالنسبه لهذا الموضوع طرحتي احنا قدمناه اكثر من يعني دورات، وبالنسبه لها شاركنا بحوث عباره عن كان عنوان البحث هي الصيانه الوقائيه للمخطوطات، وبحث ثاني ترميم المخطوطات تطرقنا بطرق الترميم والحفظ. احنا هنا بدنا نتكلم بصوره وصفيه على ان نشاه المخطوط
وشنو الكتابة صارت المواد اللي كتبت عليها، يعني ما طرقنا الأجزاء الداخلية إنه شلون إحنا نرممها. إحنا مركزنا مركز الإمام الحسين لترميم المخطوطات والتحقيق في العتبة الحسينية المقدسة، يعني إحنا قدمنا أكثر من يعني ندوات وبحوث وهذا المجال. شلون متيحة سائد الباحث؟ يعني هي من نور تطلع، إحنا هاي اللي نعرفها، بس قصدي هل نسوي لها نسخ مصورة نفيد الباحث؟ أنا بالنسبة لنا إحنا المخطوطات بنصورها يعني على نحط التصوير يعني على الحاسبات تصير على شكل أقراص. بالنسبة للباحث راح نرفده بالقرص بعدين مثلا يشوف لنا نمده بالفهرس راح يشوف المخطوطة اللي يحتاجها إذا كانت ما محققة بالنسبة لتحقيق المخطوطات. فإذا ما محققة وبعد ما نحصل الموافقة إنه بإطراح المخطوطات يعطيها على شكل قرص. وبالنسبة للباحثين الآخرين بالنسبة باعتبار إحنا عندنا يعني مجال بيولوجي بمركز مخطوطاتنا لأنه مختبر كذلك العتبة العباسية، يعني نرفض الباحثين مشفى كامل، وأنه حتى طلاب الماجستير والدكتوراه يكملون بحوثهم يعني الاستفادة من الأجهزة مجانا في العتبات المقدسة. شكرا لكم. السلام عليكم. الخطأ اللي يصير أو الخلط بالمخطوط بمحل الرجل لحضرة كونية الباحث، يعني كون يميز بين الخط وبين الكتابة، أكو فرق بين الخط وبين الكتابة. حتى بالصور الأولى اللي عرضت حضرتك إذا ترجعني الأولى قبلها بعد أول شيء بعد قبلها الأولى أول واحدة هي الكوفي هذا هاي مو مخطوطة، هاي كتيبة نسميها الأولى كتبة يعني لوحة مو مخطوط. المخطوط ما يكتب يعني يعني باليد وليس يعني من غير شرط الاعتناء بقواعد الخط العربي. إذا أكو خط وأكو كتابة، كتابة هي كتابة العربية، أما الخط هو فن رسم الحروف. يعني اللي أريد يعني أوصله إنه الخط غير الخط يعني يخضع القواعد ثلاث نسخ كل الخطوط. مسألة النساخين نساخين ترى كده يعني نسخ الكتاب وليس خط النسخ. نسخ بعدين اللي صار القواعد مخطوط عليها، فبس حبيت هذا الشيء. وأكو مخطوطات يعني مجرد بس الكتاب الواضح خلاص هذا يسمونه خط، أما ما يخضع للقواعد وأي نوع من أنواع الخطوط فما يسمونه مخطوط. ما أعرف اسمه مخطوط، يعني نسميها كتيبة نسميها لوحة خطية. هذا اللي أريد أوصل عنه. الله يحفظك. وشكرا لكم. شكرا لمداخلتك. اسمح لي أستاذ فراس أن أبين هذا الملاحظ. بالنسبة لمراكز الترميم والصيانة والحفظ والترميم يهمها شلون المحافظة على المخطوطات بغض النظر عن شكلها، شنو تسمى اللغة، الوصف، الديانة، العلم. هذا التفاصيل كلها تذكر بي حتى أبين. أنا مثلا يعني أدب الاختصاص قلنا مخطوطة مو خط، ما في شيء اسمه خط، أكو كتابة، فأكو فرق بين الكتابة وبين الخط بس تعريجة لا أكثر. حتى الباحث يعني مثلا يطلع من عنده سالم ما له علاقه. فالفكره بانه احنا مهتمين بالصيانه حتى بالمخطوطات، يعني الخطوط لوحات الخطيه كذلك شفت بهم اكو موجودات ترميم ومتواصل ويا يعني حضرات وما ادريش متواصل يعني متابع. اكو كتابات وخاض على قواعد الخط العربي ايضا مرممه ومؤهله. هذا الهدف الرئيسي يعني. نعم احنا حتى نبين الفرق بين يعني كتابة اليد وبين اكثر المخطوطات اللي عندكم هي كتابة بس واحد
ولهذا الخط المصحفي ما احب اطول عليه. الخط المصحفي اللي هذا الكوفي المصحفي بعدين تطور اعتمدنا خط النسخ كونه وظيفه قرائيه وليس جماليه. يعني بالضبط حتى بس اوصل انا بخط اعتمدنا حتى بالمصاحف زين تكون خط النسخ ما يكون غيره كونه سهل القراءه وواضح للقراءه. شكرا. يعني ارجو ان تعطونا العذر يعني وتسامحونا يعني الوقت والله جدا ضيق تعرفون نسوي وقت صراحه فشكرا جزيلا. الله يحفظكم. اللي عنده سؤال خلي يسامحنا يعني هالمره. الان دعونا نرحب بالباحث مرتضى احمد عبد الامير فليتفضل معروفا بالصلاه على محمد وال محمد. ليقدم ملخص بحثه الموسوم الزخرفة الإسلامية بين الرمز والدلالة في الغلاف المزدوج. الباحث وخريج كلية التربية قسم التربية الفنية وعضو في نقابة الفنانين العراقيين وفريق أشتار الفني خبير فني في قسم الأعمال الفنية والزخرفة التابع لمركز الفضل لسامة وحفظ التراث المحفوظ والأرشيف الوثائقي في دار المخطوطات العتبة العباسية المقدسة. قام بتصميم العديد من اللوحات الفنيه والالوف المزججه وترميمها وشارك في العديد من الدورات والندوات البحثيه وغيرها. لك الوقت اخي. نتمنى ان شاء الله تسامحنا اذا عندك اكثر من فراغ. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم وصلاتي والسلام على اشرف الخلق اجمعين محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. السيدات السادة الحضور الأفاضل مع حفظ الألقاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعرض على مسامعكم الكريمة خلاصة بحثنا الموسوم الزخرفة الإسلامية بين الرمز والدلالة للغلاف المزجج مركز الفضل لصيانة وحفظ التراث المخطوط والأرشيف الوثائقي المودج. طبعا كما تعلمون حضراتكم تعد الزخرفة الإسلامية واحدة من أبرز مظاهر الفنون الإبداعية والتي ساهمت بشكل كبير في إثراء التراث الحضاري الإسلامي، وهي مرآة تعكس تكوينها الداخلي وتركيبتها الوجدانية والعاطفية. في هذا السياق يسلط هذا العرض الضوء على تجربة قسم الأعمال الفنية في مركز الفضل كنموذج لهذا التراث الثري. تبرز أهمية الزخرفة الإسلامية من خلال الدلالات المتضمنة في رموزها. فالوحدات الزخرفية لها معاني وإشارات عميقة مرتبطة بالمفاهيم الإسلامية، إذ تعد لغة صورية تترجم ثقافات الشعوب ومعتقداتها. طبعاً قبل الدخول بموضوع البحث، لابد من تعريف المصطلحات الواردة بعنوان البحث كونها محور البحث. ابتداءً بالرمز في اللغة. الرمز من رمز يرمز رمزا، أي مثلا يقول وضعت عفوا يرمز الكثير من الشعراء للمطر بالخير والعطاء. أما في الاصطلاح يعرف على أنه النوع الثالث من الإشارات وفقا لتصنيف تشارلز بيرس. يعني الرمز هنا يشير للموضوع المراد الإشارة له. أما الدلالة لغة فتأتي بثلاث معان: الإرشاد والبرهان والمرشد. فالإرشاد كالقول وضعت مصلحة المرور دلالات للطرق. أما في البرهان ما هي دلالتك على صحة الخبر. وآخراً المرشد ما يقتضيه اللفظ على المعنى أطلاقه، فمثلاً دلالة حمرة الوجه الخجل. واصطلاحاً فعرفها الشريف الجرجاني أنه الشيء بحد ذاته يلزم العلم به العلم بشيء آخر. أما الغلاف المزجج، في الحقيقة الغلاف تعددت طرق صناعة الغلاف وتنوعت وتطورت من حقبة إلى أخرى حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم وما نعرفه بهذه الحلة. أما الغلاف المزجج أو ما يطلق عليه بالغلاف اللاكي وهو حديث مقارنة بالغلاف بشكل عام،
وتتم صناعة الغلاف اللاكي في قسم الأعمال الفنية من خلال عدة مواد، منها الكرتون القاعدي والورق المخصص للرسم والجلد الطبيعي. بعد أن يتم صناعة الغلاف وتحضيره، تتم تشكيل وعمل الزخارف الفنية على سطحه، وبعدها يتم طلائه بمادة أشبه بالزجاج، وهي مادة الدورين فلور، وهي أشبه بمادة اللاك محاكاة لما كان يستخدم في الحقب السابقة. وهذه المادة تقوم بحفاظ الحفاظ على العمل الفني من الظواهر الفيزيائية، وأيضا تعطي بريقا وجمالية للغلاف اللاك. بعض الأمثلة حول الرموز الزخرفية المتكررة عبر التاريخ، كما تشاهدون هنا حضراتكم، نستشهد بشكل واحد من الزخرفة الهندسية وهو شكل النجمة، وذلك لضيق الوقت لاستعراضها جميعا كونها عديدة ولها دلالات متنوعة. فالنجمة أو ما يطلق عليه بالكوكب الدري أو ما يطلق عليه المزخرفون رسمة شمسة، كما تشاهدون في لوحة الملوك الثلاث للفنان ماينو، والذي عبر رمز للشمس بالنجمة، وهذه دلالة اهتم بهذه الدلالة وهي مأخوذة من نجمة ميلاد المسيح. وأيضا في لوحة غلاف مخطوط من رق الغزال ومنحوتة في العصر البابلي كما تشاهدون، تنوعت صناعة رسمة النجمة من شكل لآخر حسب الاحتياج للدلالة، كما تشاهدون في مدينة الإسلامية في المغرب عليها نجمة داود عليه السلام، وتكرر هذا الشكل في عمان العصر العباسي. يرمز المثلثان المتعاكسان لنجمة داود، حيث يرمز أحدهما إلى الأرض والآخر إلى السماء. وأيضا تكررت في الفن الأرابيسك للطراز المغربي، ونجمة في داخل مخطوطة للقيرواني من الثمان شعر. طبعا النجمة خصوصية كبيرة في حضارة بلاد وادي الرافدين، وخصوصا في بابل منذ عهد الكدام الأوائل بناتي أريدو في العصر السادس قبل الميلاد، كما تشاهدون في فخارين من العصر السومري. أما بالزخرفة النباتية، ارتأيت الاستشهاد بزهرة البابونج لما لها تكرار كبير تاريخيا، وخصوصا في بلاد وادي الرافدين، كما تشاهدون في زهرة البابونج زينت طوق الملكة شابات، وفي منحوتة في العصر الآشوري على شكل سوار، كان يعتقد أن الكهنة والملوك الآشوريين يرتدوها كطوطم للحماية. وفي بوابة أشتاري أيضا، وأيضا كما تشاهدون أيضاً هنا في عصر حلف العصر الحجري الثاني في فخارية من تل عربجية، وأيضا في تاج الملكة شارعات. أما في الدلالات اللونية فلها خصوصية كبيرة. الدلالات اللونية أيضا تلعب دورا كبير في تضمين الفكرة بمضمون العمل، فمن أبرز الألوان التي سادت في استخدام الزخرفة الإسلامية والتي ذكرها القرآن الكريم الأبيض، والذي جاء ذكره 11 مرات تشير دلالاته إلى الصفاء والنقاء والعمل الصالح، والأحمر ورد مرة واحدة وقد دل على المنظر الجميل، العفو الأسود. أما الأحمر فقد دل في فكر الإنسان ما قبل الإسلام على المواضع الملتهبة والحادة والداكنة، وخاصة في إشاراته إلى الحروب إذا اشتدت. أما الأصفر فقد ورد 5 مرات، ومن دلالاته في صفات الحيوان الفرحي والمسرة. أما الأزرق ورد مرة واحدة ويشير إلى الشيء المكروه. والأخضر أخيرا جاء الأخضر 9 مرات تشير إلى ثياب أهل الجنة، ويدل على النعيم والخير والحسن والعطاء. طبعا لابد من
ذكر بإيجاز مركز الفضل كونه نموذج لعينة البحث. طبعا يعد مركز الفضل أحد أهم المشاريع في العتبة العباسية المقدسة، والذي تأسس سنة 2007، وينقسم إلى 5 أقسام ابتداء من القسم البيولوجي وقسم الكيميائي، مرورا لقسم الترميم وقسم الأعمال الفنية، وأخيرا قسم الأرشيف الوثائقي. دور الغلاف المسجل للتراث المخطوط. بعد أن كان شكل الكتاب بشكل مصحف، تترتب صفحاته ملتصقة صفحة جنب صفحة، انتقل الشكل إلى صفحات فوقها بعض فوق بعض، وتكون على شكل رزم ملتصقة من اليسار أو اليمين، وأحيانا من الأعلى بحسب الحاجة التي كانت الحاجة التي يتطلبها ذلك. وكان لابد من غلاف هذا الكتاب يمسك بين دفتيه صفحات الرق العديدة خوفا من ضياعها أو تلفها. وهنا يأتي دور قسم الأعمال الفنية، واللي يعنى بترميم الأغلفة المزغرفة التي فقدت أجزاؤها عبر السنين، وصناعة وزغرفة أغلفة وفق معايير علمية وتاريخية تصب في زمكان للمخطوط. تحليل عينة البحث. أول عمل لدينا هنا مصحف شريف يعود للعتبة العباسية المقدسة، والذي تم إنجازه سنة 2023. حاولت هنا التوفيق بين النمط الكلاسيكي وأسلوب الخاص من حيث التكنيك والتقنيات، وأيضا الخروج من النظم ابتداء من الشكل وصولا من الأسلوبي وصولا إلى الشكل، لخلق عنصر خاص بي من خلال إعادة تحليل وتركيب التشكيلات من الطبيعة. إن تشكيل الورقات كما تشاهدون هنا النباتية في العمل له دلالات عميقة، ترمز الورقة في بعض الحضارات السابقة إلى المعرفة، فهي الفيض الإلهي. أما الغلاف الثاني مصحف شريف أيضا، ويعود للعتبة العباسية المقدسة، وهو من أعمال الأستاذ قتيبة عزيز الكعبي، المنجز سنة 2021، واللي يعود للعتبة العباسية المقدسة أيضا. أراد المزغرف هنا ربط الأسلوب القديم بالأسلوب المعاصر من خلال أخذ تلك الأشكال وإعادة صياغتها وفق رؤية الفنان الجمالية بأدوات وخامات حديثة. وهذا الغلاف أيضا والذي أنجز سنة 2022، وهنا وظف المزغرف النجمة الثمانية رسمة شمسة كما وضحناها بالشكل السابق، حيث بينا ملخص الأهمية الدلالية لهذا الشكل والذي له خصوصية رمزية في حضارة بلاد الرافدين، وهو ناتج عن تقاطع مربعين. المربع الأول يدل لجهات العالم جهات العالم الأربعة، والمربع الثاني إلى الأرض الترابي والماء والنار والهواء. إذ نرى عنصر السيادة في هذين العملين هي كلمتي القرآن الكريم، وهي ترميز خطي تواتر استخدامه على أغلفة المصاحف، وهو إشارة وعنوان لما محفوظ بين دفتي هذا الغلاف من إعجاز إلهي يمتد عبر التاريخ، وهو منارة للعلم والمعرفة والإعجاز. أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: إعادة الإنتاج، حيث أن مدى إعادة الإنتاج مثل أحد ركائز الفن المعاصرة الأساسية عن طريق استعادة رمزية الزغرفة الإسلامية وفق نظم معاصر. أعطت التلميذات الزغرفية جزء من تخليد دلالة النجمة التي تناقلت الحضارات السابقة من معتقدات موروثة والتي ولدها الشعور الجمعي لدى الأفراد. لا تتعلق الدلالات الرمزية بالعناصر المنفردة التي تدخل في تكوينها، بل في طريقة تشكيل هذه العناصر. إن دفقات الإنتاج الغلاف المزجج المعاصر ما هو إلا امتداد قوي ذو علاقة بالتجديد القديم، ولكنه صيغ بأسلوب يتناسب مع الحياة المعاصرة. التوصيات التي يرتأى عليها الباحث: ترسيخ الوعي الفني والثقافي للغلاف المزجج على مر العصور، التركيز على تدريس الغلاف المزجج في معاهد وكليات الفنون والآثار لأنها مرآة تعكس ميراث الشعوب، عمل دراسات مكثفة عن الإنتاجات الفنية الزغرفية للأغلفة المزججة لما تمتلكه من انعكاسات لها تأثير ودور كبير على المجتمعات المعاصرة في مختلف الثقافات. في الختام شكرا لكم على حسن الاستماع، وعذرا لأخذت الوقت. شكرا جزيلا للأخ الباحث. السلام عليكم دكتور. أنا وين على راحة؟ فضل دكتور.
الى كروكم طبعا احنا على موتكم والله. ايه يعني صفي اللقاء اول ما قرات العنوان ترجع العنوان في اسمه. اي نعم بل بس شو يعني هزاره سبين الرمز والدلالة. أول ما قرأت هذا العنوان يعني مخي الفنجاني تدري زغرفة هي عبارة عن وحدات في وحدات مفروضة من الطبيعة. إحنا زغرف ما بيها دلالة بالمناسبة ما بضرب البحر ما بي أنا تخيلت راح طلعت بشيء جديد وراح الوحدات الزغرفية وترمزها وتجيرها فد فد شيء يعني. إحنا الزغارف على البيئة ولهذا عندنا زغرفة الفارسية البغدادية العثمانية المصرية زغارفة على العموم يعني بس هذا من الأدوار والأبيض والأسود مو عنوان الله حبوك لكن أدرك لا 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 الأبيض والأسود يعتبر قيمة ضوئية وأكو ناس يسمونه بنيادية لكنه العفو أستاذ كلامك صحيح لكنه ممكن إخراج الأبيض والأسود من الألوان الأساسية إذا نعتبر ممكن ولا أصبع وذنيت واختلفت الأعراض قسم قالوا محايد ألوان محايدة وقسم قالوا هو لون يعتبر لون وإلا قيمة ضوئية العفو قيمة ضوئية ولل يعني للفارق كان يستخدمها رامبرانت بشكل أساسي لوحات القيمة ضوئية والذهبي والفضة كذلك مو ألوان خصوصا ما بالصدر لأن الألوان ثلاثة وما خرج ما شكرا طبعا والله احنا نعتذر جدا من حضراتكم يعني داركنا الوقت وقت صلاه فجدا نعتذر منكم واللي عنده اي سؤال استفسار ماكو مشكله يعني نقدر نتواصل وياك احنا نكون خدمتكم ان شاء الله جزيل الشكر يعني لحضوركم حتى شنو لا لا اكيد اكيد شكرا ان شاء الله شكرا جزيلا توفيق ان شاء الله شكرا جزيلا لكل الحاضرين صراحه كانت البحوث ممتعه جدا ومفيده لكن ما قدر في سعفنا الوقت ناخذ كل الأسئلة شكرا جزيلا تفضل أستاذ تراس استلام شكرا شكرا جزيلا للأستاذ ضيف علي حسين على حسن إدارته لهذه الجلسة وستتفضل الأستاذ الدكتورة نعيم حسن جبر لتقديم شهادة شكر وتقدير الأستاذ ضيف علي حسين تفضل مشفوعة بالصلاة على محمد وآل محمد نشكر الجميع على حضوركم واستماعكم لهذه البحوث القيمة التي قدمت اليوم.